يعتبر استثنائيا بالنسبة لحزبنا، وذلك بالنظر للوضع السياسي الراهن لبلادنا. من جهة أولى، قضية وحدتنا الأولى، قضية أقاليم جنوبية وما تعرفها من تطورات مستجدات. من جهة ثانية، الحراك الاجتماعي المتأجج الذي تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة في مجمل مناطق الشمال، وعجز الحكومة في التعاطي معه إيجابيا، مسندة الأمر في ذلك إلى وزارة الداخلية. ومن جهة ثالثة، عجز الحزب المتحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشكيل الحكومة في إبانه وما يتلو ذلك من توابعها. أيها السيدات والسادة، لا نخفي عليكم اللحظة التاريخية التي جاء فيها دستور فاتح يوليوز 2011. فهذه اللحظة الاستثنائية وإن جاءت في ظل محيط إقليمي متفجر بطبعه، بطبع الحراك الشعبي الواقع في مجموعة من أقطار شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن الإيجابي فيه هو ميلاد مرحلة سياسية جديدة بالمغرب الحديث، مفتوحة على استكمال بناء الدولة الحديثة الديمقراطية، دولة مؤسسات ديمقراطية حديثة في ظل قيادة حكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قيادة تطبعها الجرأة في اتخاذ القرارات الحكيمة في اللحظات الدقيقة. أيتها السيدات والسادة، لا يمكن الحديث عن الوضع السياسي ببلادنا في معزل عما تعيشه المنطقة والعالم بصفة عامة، إذ أن ارتباط المصالح بين الدول يجعل الأحداث تؤثر وتتأثر فيما بينها. أيتها السيدات والسادة، إن استمرار الخصوصية المغربية مرهون بقدرات الأمة المغربية على تجاوز منابع التطورات السياسية والمجتمعية التي تعيشه باقي الدول العربية والأفريقية، لا سيما تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وظاهرة الإرهاب التي تعرفها المنطقة العربية وكذا منطقة غرب الساحل وباقي الدول الأفريقية خاصة المتوسطة منها. أيتها السيدات والسادة، لا يجب أن نطوي صفحة الثورات العربية دون الإشارة للقيادات السياسية والتقدمية التي طوارت إلى الوراء وسيطرت على الثورة قيادات محافظة، إضافة إلى التدخلات الخارجية، فأضحت بعض الثورات بمثابة إعصار أتت على مقدرات الشعوب ورجعت بالآفاق الديمقراطية إلى مراحل الاستبداد. كما أن تزاحم المصالح الخارجية لبعض الدول والقوى العالمية العظمى أدى إلى نشوب حروب أهلية أتت على كل إمكانيات ومكتسبات الشعوب والدول، وأخص بالذكر هنا ما يحدث بطبيعة الحال في كل من سوريا اليمن وليبيا وليبيا، وولدت في الوقت ذاته إحباطات وخيبات أمل لتلك الشعوب. أيتها السيدات والسادة، لا يخفى عليكم على أن الإحباطات التي عرفها المغرب لا سيما بعد حكومة عبد الرحمن يوسف، حيث تم تعيين وزير أول من خارج الأحزاب وبالضبط من خارج الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى. ذلك الإحباط أدى إلى العزوف عن المشاركة السياسية فيما بعد، خاصة أثناء الانتخابات التشريعية لسنة 2007. وبالمقابل، فإن الحكومات المتعاقبة ما بعد حكومة عبد الرحمن يوسف قد عرفت تحكم التوازنات الماكرو اقتصادية في برامجها، مما أثر سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي ببلادنا، فانخفضت مناصب الشغل بشكل ملحوظ في القطاعات العمومية، فاستفحلت البطالة خاصة بطالة حملة الشواهد الجامعية والأكاديمية،
كما عرفت إفلاس النظام التربوي وتراجع الخدمات الصحية فيما بقيت ضرورات الحياة هي السمة الأساسية لمطالب المناطق القروية رغم وجود بعض المجهودات التي نقول عليها أنها مجهودات مبعثرة. هذا الوضع زاد في تفشي دائرة الإحباط واليأس لدى معظم فئات الشعب، فرغم الدينامية الإيجابية التي أعطاها دستور 2011 للحياة السياسية بالمغرب، إلا أن ظاهرة العزوف السياسي عن العمل السياسي المؤسساتي أدى إلى مقاطعة الانتخابات، وهي ظاهرة لا زالت جلية وواضحة إلى حد الآن. أيتها السيدات والسادة، إنه بعد تبني دستور 2011 كانت الانتظارات تتجه إلى توسيع قاعدة الأحزاب السياسية الحدادية والمؤمنة بالديمقراطية، إلا أن الواقع أعطى توسعا هاما للقوى المحافظة، خاصة أن هذه القوى تمزج في تعاملها مع المواطنين بين العمل الدعوي والعمل السياسي والخيري، مستغلة أساليب دعائية جديدة مرتبطة بقنوات التواصل الاجتماعي. فكانت الانتخابات الخاصة فكانت نتائج الانتخابات الخاصة بالاقتراع الأول لما بعد دستور 2011 المصادف لتاريخ 25 نوفمبر شبه كارثية للأحزاب السياسية الديمقراطية والليبرالية، إذ حصل الحزب الإسلامي المحافظ على المرتبة الأولى في تلك الانتخابات مسؤولية، وذلك باتخاذ قرارات غير شعبية من قبيل مراجعة نظام التقاعد ورفع الدعم عن صندوق المقاصة في أفق إلغائه. ومع ذلك فإن حصيلة تلك الحكومة استنادا إلى المؤشرات الدولية بخصوص نسبة النمو كانت الأدنى في تاريخ المغرب الحديث منذ 50 سنة مضت، وذلك رغم استفادة الحكومة من تراجع أسعار البترول وإلغاء الدعم على المحروقات وتقليص نفقات صندوق المقاصة من 53 مليار درهم إلى 15 مليار درهم كما استمرت في ظل تلك الحكومة الاختلالات في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم، والذي لا زال لا يستفيد منه 15% من أطفال المغرب وتغادره 300,000 تلميذ سنويا. الصحة، حيث أن أزيد من 8 مليون مغربي لا يستفيدون من الخدمات الصحية، إذ لا زالت النساء الحوامل تموت عند الولادة. قطاع الشغل، حيث البطالة وصلت إلى نسبة 20% في قطاع الشباب، بل امتدت إلى نسبة 60% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هذا ناهيكم على أن 62% من المأجورين تشتغل بدون عقود العمل، كما أن 16% من المسنين فقط تتوفر على نظام التقاعد، وأن عمال الإنعاش الوطني العامل في إدارة عمومية لا زالوا غير خاضعين لنظام الترسيب، ما عدا العاملين في القصور الملكية، بالتفاتة من صاحب الجلالة نصر الله. ورغم كل هذه النتائج السلبية للحكومة المنبثقة على الانتخابات الأولى ما بعد دستور 2011، إلا أن الحزب المحافظ حصل من جديد على المرتبة الأولى في ثاني انتخابات تشريعية تعرفها المملكة بعد دستور 2011، وشكل مرة أخرى حكومة مشكلة من التشكيل السابق بعد أن أضاف إليه حزبين يحملان أفكارا متناقضة فيما بينها من جهة، ومتناقضة مع أفكار الحزب المحافظ من جهة أخرى، وخرجوا أمام المواطنين بتصريح حكومي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه استمرار لسياسة الحكومة المحافظة الأولى، إذ صرح رئيس الحكومة المعين بأنه سيستمر في رفع الدعم عن صندوق المقاصة والاستمرار
في الخضوع للمؤسسات المالية الدولية، وذلك بالتقليص من الوظائف العمومية والإنفاق الاجتماعي كما تطلب ذلك المؤسسات المالية الدولية. أيها السيدات السادة، إن رئيس الحكومة المعين أثناء استقباله أخيراً لنائب وزير الشؤون الخارجية الياباني صرح مفتخراً أمام ذات المسؤول بأن المملكة المغربية تمكنت من تحسين ترتيبها في مؤشر الأعمال للبنك الدولي ب 22 نقطة خلال الفترة الممتدة من 2012-2016. وستعمل الحكومة على نهج نفس السياسة في أفق 2021، مما يؤكد بجلاء بأن هذه الحكومة ستوسع في الطبقة الدنيا من المجتمع، وذلك بأن تضيف لها الطبقة المتوسطة. أيتها السيدات السادة، في مقابل عمل الحكومة بهذه الطريقة، هناك وجه مضيء في الحياة السياسية العامة بالمملكة، وهو العمل الذي تقوم به المؤسسة الملكية، إذ يسجل حزب العهد الديمقراطي باعتزاز العمل الجبار الذي قام به جلالة الملك من أجل العودة إلى الاتحاد الأفريقي. قلت يسجل حزب العهد الديمقراطي باعتزاز العمل الجبار الذي قام به جلالة الملك من أجل العودة إلى الاتحاد الأفريقي واقتحام تلك القلاع الأفريقية التي كانت تعرقل قضية أولى، ألا وهو قضية صحراؤنا الغربية. وأقول الغربية لأن المملكة أو للمملكة صحراء أخرى، وهي الصحراء الشرقية. وفي هذا الإطار أيضا نثمن باعتزاز خطاب جلالة الملك التاريخي بالاتحاد الأفريقي حين أعلن في تلك القمة الأفريقية: نحن ننتمي إلى أسرة واحدة وهي قارة أفريقيا، انتهى كلام جلالته. محددا الهوية الحقيقية للمملكة المغربية التي تتقوى بتعدد إثنياتها من ريفية وسوسية وأمازيغية وحسانية وعربية، موحدة في إطار تمسك المملكة بالمنهجية الديمقراطية والدستورية وعلى شعار الله الوطن النبي. أيتها السيدات السادة، إن هذه الكلمة مجرد كلمة توجيهية وليست أرضية سياسية للحزب، إذ أن اللجنة المركزية التي سينتخبها هذا المؤتمر هي المؤهلة لصياغة أرضية سياسية تليق بحزبنا، قاطعة مع الأفكار التي كانت تسود الحزب سابقا. أيتها السيدات السادة، إن حزب العهد الديمقراطي واع كل الوعي بأنه عليه تقوية هياكله وأفكاره، وذلك في إطار التحالف مع أحزاب تحمل نفس الأفكار وتعمل على إغناء العمل السياسي بوطن العزيز، خاصة في أوساط الشباب، وذلك بإقناعهم بالمشاركة في ممارسة الشأن العام وفي دعم العلاقات مع المجتمع المدني الخلاق. أيتها السيدات والسادة، لا نخفي عليكم أننا ماضون في مشروع مجتمع يجمعنا مع إخوة في جبهة القوى الديمقراطية قلت لا نخفي عليكم أننا ماضون في مشروع مجتمعي يجمعنا مع الإخوة في جبهة القوى الديمقراطية الذين شد على إيديهم بحرارة لدعمهم لنا في هذه اللحظة التاريخية بالنسبة للحزب، والذين يشاركون في مجموعة من أفكار ستغني الحياة السياسية مستقبلا، خاصة الأفكار التالية: 1- إعادة النظر في طريقة تدريس الأمازيغية وضرورة تعميمها في الحياة العامة.
الزامن التصويت في الانتخابات وذلك في إطار المواطنة حقه. إعادة النظر في نظام التقاعد، الاصطفاف مع قوى الحداثة ومواجهة القوى المحافظة الحاملة الأفكار السوداوية، دعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة بخلق فرص شغل حقيقية وذلك بخلق مشاريع تنموية كبرى وتشجيع الاستثمار وتبسيط مصادره ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. التعامل الإيجابي مع الإرث التاريخي الذي خلفته الممارسات السلبية السابقة للدولة بالريف وذلك بخلق تنمية حقيقية بهذه المناطق العزيزة بالمملكة، تنمية تراعى فيها تعويض المنطقة عن 40 سنة من التهميش والإقصاء الذي عرفته منطقة الريف بدءا بأحداث 1959 من القرن الماضي. وفي الأخير وليس أخيرا طبعا، أشكر ضيوفنا الأعزاء وكذا وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، وأقول هنا غادي نفتح القوسين راه القناة الثانية والقناة الأولى حاضرين وخا كيقولوا لنا أنتم غير مزورين. راه المؤتمر مرخص قانونا، الناس اللي كيهضروا واللي كيقولوا شي كلام اخر كيتسمع مشوشين، انتهى عهدهم، ماتت حياتهم السياسيه. قلت اشكر ضيوفنا الاعزاء عن تكبه معنا الانتقال الى هذه المنطقه بالريف والتي تعتبر بحق قلب الريف، وهذه التسمية هي تسمية صحيحة سواء بالنظر إلى موقع الإقليم جغرافيا بالريف أو بالنظر إلى هذا الإقليم هو الذي عرف المعارك التاريخية التي اندحر فيها الاستعمار، معركة دهر أوباران ومعركة أنوال التاريخية. ونشكر كذلك مناضلات ومناضلي الحزب الذين انتقلوا أيضا من جميع أنحاء المملكة وجهاتها ليساهموا في إنجاح هذه المحطة التاريخية للحزب، وأشكر كذلك منتخبي هذه المنطقة سواء من الحزب أو من الأحزاب الوطنية الأخرى التي نمكن لها كافة الاحترام عن ظهورهم في هذا المكان. وأشكر أيضا ونشكر أيضا أعضاء اللجنة التحضيرية التي عملت في صمت وفي زمن